دائما ما نميل إلى التعلم ونتعلم أشياء جديدة باختلاف المصادر وباختلاف الأساليب. يعني نسمع لعلماء، نسمع لأدباء، لدكاترة، لأطباء مثلا، لمحاضرين، لأساتذة، وحتى نختار الأساليب التي تناسبنا، سواء السوشيال ميديا أو الكتب أو كذا، ويصيبنا ما يسمى بحب المعرفة وحب التعلم. لكن اليوم سأعطيك ما هو أهم أو أفضل أو ربما الحلقة التي تلي التعلم والمعرفة. أوكي؟ مستعد؟ لكن بعد الفاصل. نحب كما قلت في المقدمة أن نتعلم ونريد أن نكتشف المزيد باختلاف المصادر، وهذا يجعلنا دائما نحب أن نستطلع أو لدينا حب استطلاع لما هو جديد خاصة في المعلومات. وهناك مقولة أنا قرأتها من قبل، تصديقي لها أكثر من تكذيبي لها، نقول الآن نحن في عصر المعلومة، الذي لديه المعلومة لديه القوة، لكن نغيب شيء معين. أننا دائما عندما نقرأ كتاب، لو مثلا في هذا الكتاب اللي هو لمبادئ النجاح لجاك كونفيلد، نقرأ كتب كثيرة لكن المعلومات ننساها. يعني هذه قاعدة في التعلم، ما تقرأه تميل إلى نسيانه، يعني تميل أن تنساه. لكن لماذا ننساه؟ ببساطة شديدة، المعلومة يجب أن تضيف لها شيء آخر لتصبح أكثر من المعرفة والتعلم حتى تصل أن تفهمها. الفهم هو الحلقة التي تلي التعلم، ولن تأتي إلا بالتطبيق. وهذه الحلقة التي ربما نغيبها في كثير من المناسبات في حياتنا، سواء الشخصية أو المهنية. نتعلم ونتعلم ونتعلم، وفي نفس الوقت لا نطبق ما نتعلمه. لكن هذه النقطة سأتكلم عنها في آخر الفيديو. قبل هذه النقطة، هناك خاصية انتشرت كثيرا في أوساط المجتمع، هي أنني عندما أسمع معلومة أعرفها من قبل أو سمعت عنها من قبل، أعمل ردة فعل كأنني أعرفها من قبل، يعني كأنني لن أنصت لك لأنني سمعتها من قبل. وهذا نابع من كبر معين، أنني كأنني لا أحترم الشخص الذي يعطيني المعلومة. ولو أنه في أساليب التعلم هي أنني من الأفضل أن أتلقى المعلومة من مصادر مختلفة وبطرق مختلفة كي أفهمها بأساليب مختلفة. المعرفة تأتي بأنني أتعلم المعلومة وأنصت للمعلومة وأستطلع المعلومة بأساليب ومصادر مختلفة. ومن بين المصادر هذه أنني أتعلم عند دكتور أو أستاذ أو محاضر، وأتعلم نفس المعلومة عند شخص آخر. لكن التحدي هو عندما أتعلمها عند الشخص الأول وأنتقل إلى الشخص الثاني، أعمل ردة فعل أنا لا أرى أنها مناسبة، هي أنني سمعت بالمعلومة هذه من قبل. وعبارة أنا أعرف ذلك، لما تقولها حتى بينك بين نفسك، ليس ضروري أنك تقولها للناس، بينك بين نفسك تقول أنا أعرف ذلك، هذا أول عدو للتعلم. أول عدو لا يجعلك تتعلم أكثر هو أنك تعمل ردة فعل كأنك تعرف المعلومة من قبل. والإنسان خلق أصلا ليكتشف أشياء ولو نفس الشيء، لكن عليك أن تكتشفه بأساليب مختلفة. فعليك أن تنصت لأشخاص، بعدها تحلل وعندك عقل أنك تحلل المعلومة، هل هي صحيحة أم خاطئة؟ ما الذي يميزها عن غيرها؟ ما الذي يميز الأسلوب هذا عن هذا؟ فعليك أن تعرف المعلومة من مصادر مختلفة ثم تحلل وتستعمل ما يناسبك. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي الاستعمال أو التطبيق. هناك أيضا الجزء الثاني من المقولة، أنا قلت في الأول ما تقرأه تميل إلى نسيانه، لكن ما تطبقه تفهمه. أنا أرى من وجهة نظري أن الفهم
هو الحلقة التي تكمل المعرفة. لكن كيف لك أن تفهم بالتطبيق؟ كل معلومة، كل معلومة طلعت عليها أو تعلمتها أو قرأتها أو أنصت إليها أو تلقيتها أو لقنك إياه شخص معين، عليك أن تضعها موضع التطبيق لتفهمها أكثر، لأنه هو يعطيك المعلومة بناء على تجربته، فليس ضروري أن تكون التجربة الخاصة به تنطبق عليك، لكن المعلومة مليحة فعليك أن تطبقها لتفهم كيف تساعدك في الحياة. أنا أقرأ مثال معلومة، أوكي، أقرأ مثال في أول مبدأ من مبادئ النجاح لجاك كونفيلد، يقول تحمل المسؤولية. أوكي، سأقرأ عن تحمل المسؤولية. ما هي تحمل المسؤولية؟ هل هي مهارة؟ عندما أكتشف أنها مهارة أبدأ في التطبيق، لكن لا أقول مثل والله يقول جاك كونفيلد أن تحمل المسؤولية هو أول مبدأ من مبادئ النجاح. ها، معلومة فقط، لكن أين هو التطبيق؟ أين هو الفهم؟ الفهم لذلك يأتيك بالتطبيق. المعلومة بدون تطبيق لا أرى أنها تساوي شيئا. لذلك كل معلومة تتعلمها عليك أن تطبقها على أرض الواقع. ممكن يحصل معك ما يسمى إشباع في المعلومات، أنك تتلقى معلومات كثيرة، لكن هذا سيجعلك تميل إلى التعلم أكثر أو المعرفة أكثر. لكن أنا أفضل أنك تتعلم معلومة واحدة وتطبقها، أفضل من أن تتعلم 100 معلومة ولا تطبق شيئا، لأنك ستدخل في مجال أنك تعرف أشياء كثيرة لكن على أرض الواقع ليس هناك ما تطبقه. فمن هذا المنطلق أنا أنصحك وأنصح نفسي طبعا أولا أننا نطبق المعلومات التي نعرفها، نطبق على أرض الواقع. إذا كانت معلومات تخص الجانب الشخصي نطبقها، إذا كانت تخص الجانب العائلي أو العلاقات نطبقها، إذا كانت تخص الجانب المهني والمهارات التي تساعدنا في الجانب الحياة المهنية نطبقها. لذلك حاول أن تتعلم المعلومة وتطبقها في نفس الوقت، هذا هو نجاح الإنسان. أما أنني أتعلم فقط من أجل أن أطلع على المعلومات من مصادر مختلفة وأتوقف، أنا بالنسبة لي المعلومة ليست لا تساوي شيئا، بدون تطبيق لا تساوي شيئا. لذلك احفظ هذه القاعدة، ما تقرأه تميل إلى نسيانه، ما تراه تميل إلى تذكره، لكن ما تطبقه تفهمه. تدرب بجهد وقوة لحياة أسهل. السلام عليكم ورحمة الله.